الشعب المصري دايما دايما معروف بكرمه الشديد وبسفرته المليانة، ودايما مليانة من خير أرضها مهما كان المستوى الاجتماعي، من أول صينية الفطار اللي بيكون فيها فول وبيض وجبنة وشكشوكة وبتنجان لحد الغداء اللي لازم يكون كذا صنف. يا سلام بقى لو عازمين حد نضرب بقى الطقطقين. طبعا ده جميل وربنا يديم الكرم، بس مفيش مانع اننا نتعلم دلوقتي عدم الافراط في الاكل وبالتحديد في اللحوم والبروتينات، ونعتمد في سفرتنا على العناصر الغذائيه اللي موجوده في الخضروات بكل انواعها، وكمان نشوف ايه بدائل البروتين. احنا لازم نواجه الواقع، الدنيا كلها في كل انحاء العالم نار نار نار، فاحنا لازم نشوف البديل. ده اللي بنحاول من خلال برنامجنا ان احنا نقوله لستات، ست البيت الشاطره بقى اللي عارفه كويس قوي اسرار المطبخ وعارفه ازاي ممكن تعمل اكله صحيه وبسيطه وفيها كل المكونات الغذائيه عاليه القيمه وباقل تكلفه ممكن. النهارده من خلال فقرتنا هنساعدكم بافكار لاكلات اقتصاديه لكن قيمتها الغذائيه كبيره جدا، من خلال حوارنا مع الاستاذ الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذيه والعلاجيه والسمنه اللي مشرفنا في الاستوديو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عايزين شويه بدائل، لانه النهارده كلها الناس بتدور على شيء بكل الطبقات اقتصادي، بتشوف حاجه اقتصاديه. هنبتدي بقى من ضمن الحاجات الاقتصاديه، وزي ما الاستاذه سناء قالت ان احنا بنحاول ان احنا ما نفرطش في اللحوم ونحاول ان احنا نشوف او البروتينات يعني وان احنا نشوف حاجه بديله ليها. فايه راي حضرتك في الفراخ المفرومه ولو زودنا لها شويه مثلا فول صويا، هل ده يفقد القيمه الغذائيه بتاعته ولا يحافظ على قيمته الغذائيه؟ طيب، هو المقصود على فكره من الحاجات اللي قدامي دي مش ان بس حاجه رخيصه، لا ده ممكن تكون حاجه رخيصه شويه لكن قيمه غذائيه بتاعتها عاليه واحنا ناسينها. يعني احنا بس بنفكر الناس بحاجات كانت بتتعمل زمان. بالنسبه لموضوع الكفته الفراخ، طبعا دي اكيد لحم فراخ ومفروم. من الفراخ برضو بقت غالي. مفيش بقى بديل دي بقى اللحم. لا ما احنا عاملين حاجه هنا عشان كده اتفرمت، واخدين فول الصويا مع المفروم بتاع الفراخ وكله مفروم في بعضه مع التوابل اللي بتتحط. وعايز اقول حاجه، طيب يعني ده فراخ مع فول صويا، طب ما هو الهمبرجر اللي بندفع فيه كنا دم قلبنا الهمبرجر مصنوع من فول الصويا 370 جنيه يا خبر ابيض. يعني الهمبرجر ده هو عباره عن برضه لحمه وفول صويا. بالظبط بالظبط. فول الصويا ده اضافته للحمه المفرومه بتاعت الفراخ ان احنا التلت الكميه هتبقى فول الصويا، فدينا نعمل بكميه فراخ اقل كميه كفته اكتر، فهتكفي البيت اكتر. يعني الكميه دي تكفي أسرة طبعا كاملة. لكن احنا كده هل قللنا القيمة الغذائية بتاعة الفراخ لما عملنا كده؟ لا العكس، احنا حسنا القيمة الغذائية. احنا فول الصويا ده لو في بنات في سن البلوغ هيحتاجوا هرمون الاستروجين ليهم، لو في السيدات او بسن انقطاع الدورة الشهرية هيحتاجوا فول الصويا ده عشان هرمون الاستروجين اللي فيه. بلس ان عمليات الهضم في المعدة والامعاء لما بنضيف فول الصويا مع البروتين ايا كان، زي ما حضرتك تفضلت قلت البرجر بيضيفوا فيه مع البروتين، ده بيخلي عمليه الهضم احسن وما يحصلش الانتفاخ اللي بيحصل للناس لما بييجوا ياكلوا بروتينات بكميات كبيره. زائد ان انا كميه الكوليسترول الضار اللي موجود في البروتينات موجود طبعا في الفراخ حتى بنسبه، وطبعا اللحمه اسوأهم. يعني اللحمه دي خصوصا اللحمه الحمراء، اللحمه دي اسواهم سواء يوريك اسيد او الكوليسترول. وقال لهم اللي في السمك مش كده؟ وقال لهم طبعا السمك. السمك مش الجمبري والصبيط والحاجات دي. السمك السمك. فاحنا كده الكفته دي لما حطينا عليها فوق الصويا قللنا كمان نسبه الكوليسترول الضار اللي فيها، فخدنا القيمه الغذائيه بتاعت الفراخ مع كوليسترول اقل مع الهرمون اللي بيحسن اللي بيحتاجه السيدات بالذات. طب اسال والله دايما دايما بقالي 60 سنه بسال نفسي ايه يعني ايه فول صويا؟ هل هو فول زي الفول المدمس؟ لا هو مش فول. مش فول. لا لا مش فول. هو ايه؟ هو عباره عن ايه؟ هو اصلا فعلا زرع معين بيتنشف وبيتفرم عادي يعني او هو مش فول يعني هو نبته. هو نبته مش فول. يعني زي بس البقدونس والكرات والكلام انواع زي كده. نوع. وده اسمه فول ليه؟ يعني هم سموه كده. صويا.
يعني حتى بابا ما يعني بيسموه يعني عندنا الصويا صوص، عندنا حاجات زي كده. بس هو مش زيهم، مش لا مش زيهم، مجرد تشابه اسم. الصويا صوص زي الفول الصويا، طبعا بيدخل من نفس التركيبه. وليه اضرار يعني؟ مثلا الصويا صوص انا عارفه انها مضره لان نسبه الملح فيها بتبقى عاليه، لو كميه كبيره هتبقى مضره. بالظبط، واي حاجه لو كميه كبيره هتبقى مضره عموما يعني. لكن الاكل كله بتاع شرق الاسيوي كله بالصويا صوص. بالظبط بالظبط كده، ده اذا نكته وبتتفرم تبقى صويا. بالظبط، اول مره انا كمان الحقيقه ما كنتش اعرف. ده كويس. يعني مش الفول نفسه. مش الفول، انا افتكرت الفول نفسه نوع من الفول. طب كويس. طب ايه كمان يا دكتور من الاكلات اللي احنا ما نعرفهاش او بننساها زي ما حضرتك قلت يبقى مفيد لينا وفي متناول اليد؟ كان في وجبه زمان قوي الناس كانت بتعملها، ان دايما لما يجوا يعملوا شوربه ما كانوش بيجيبوا الشوربه اللي هي الجاهزه، لا طبعا مكعبات. المكعبات دي ما كانتش موجوده خالص. صحيح. فكانوا عايزين يعملوا شوربه صحيه. ويمكن السيدات زمان ما كانوش عارفين التركيب او اللي جوه الحاجات اللي بنستفاد منها. لكن عارفين ان هو ده المفيد وعارفين ان طعمها حلو. وطعمها حلو. فكان العظم ده او بيسموه المواسير. ده مش الكوارع عشان بس الناس ما تلخبطش. العظم ده بيتكسر كده وهو داخله في حاجه اسمها النخاع. وبيتغلي وطبعا بيتحط بقى فيه توابل ولورا والحاجات دي كلها طبعا يعني. بيتغلي ويعمل شوربه. الشوربه دي فيها نسبه عاليه جدا من الكولاجين ونسبه قليله جدا من الدهون، على عكس ما الناس متخيله. بتلاقي الشوربه بالمنظر ده تقول لك ده كلها دهون. لا، الكولاجين هو اللي عالي فيها والدهون قليله جدا. طب الكولاجين ده ان انا اخده من العظم انا مش هلاقيه في شوربه اللحمه ولا شوربه الفراخ ولا شوربه السمك بالكميه اللي موجوده هنا. طب ليه ما استعملهاش؟ ليه؟ عشان اسمها عظم. فالكولاجين ده بقى فوائده ايه؟ عشان كده بالذات السيدات لو هيشوفونا، اولا الليونه والنعومه بتاعت البشره. ده لما يتشرب بقى ولا لما احطه على بقى؟ لا يتشرب، لا في ناس بتحطه طبعا دايركت طبعا. فعلا؟ لكن انا بتكلم على الشوك. على الوش يعني، الوش بيحتاج كتير كولاجين. طبعا. وتدليك الشعر. كمان. وتدليك الشعر عشان يحافظوا على النعومه بتاعه الشعر. والاهم من كده بقى المفاصل. غضاريف المفاصل المكون الرئيسي فيها هي ماده الكولاجين. احنا كنت متصوره انها الكوارع هي شوربه الكوارع هي المفيده. الكوارع برضه للمفاصل. بس النخاع كمان دي الماسوره. الفرق بينهم ايه بقى؟ ان هنا الكوليسترول هيبقى اقل من الكوليسترول بتاع الكوارع. فلو في حد، وخصوصا دايما الناس اللي عندها خشونه مفاصل ممكن يكونوا شويه كبار في السن والكوليسترول عندهم عالي. فانا مش عايز ازود لهم الكوليسترول بتاعهم بالكوارع واديهم شوربه العظم علشان ما نضرهمش بالقصه دي. طيب الكولاجين. طب عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي. الكوارع النهارده الكيلو ما هو في النهايه عظمه برقم عدى ال 200 جنيه. صحيح. الكيلو. صحيح. او الرجل اللي هي الكارع نفسها. الكارع. والمواسير دي الكيلو ب 20 27 معلش يا دكتور. لانه طيب. يعني وفوائدها اكتر. صوري. فطبعا. طب هل ينفع ان زمان كنت كان الجزار تروح يديها لك فوق البيع؟ يديها لك فوق البيع دلوقتي بتدفعي فيها. ايوه. طب هل ينفع ان شوربه العظم دي تبقى اساس الشرب كلها؟ تمام، ما هو ده اللي كنت هكمله. هكمل اول فوائد الكولاجين اللي موجود فيه. احنا قلنا الجلد وقلنا الشعر وقلنا المفاصل وبناء الغضاريف طبعا وبيحمينا من خشونة المفاصل. الكولاجين دخوله للجسم بيخلي الناس تنام بالليل نوم مريح ما يكونش عندهم ارق. الكولاجين اللي موجود ده بيبطن المعدة من جوه فبيمنع التهاب المعدة وقرحة المعدة، وخصوصا لو حد بياخد ادوية او حاجات زي كده. طيب قلت لي هل دي ممكن دي الشوربة اللي نستعملها؟ اللي ممكن نستخدمها بقى في التخسيس. لان السعرات الحراريه اللي فيها كدهون قليله والكولاجين هو الاكتر. لو ضفنا عليها شويه خضار وعملنا شوربه خضار بالشوربه دي، الشوربه دي هتبقى مشبعه جدا جدا للناس اللي بتعمل ريجيم. والكولاجين اللي بيدخل ده لما بيبطل لي جدار المعده بيمنع هرمون اسمه الجريلين. الهرمون ده هرمون الجوع. لما المعده تبقى فاضيه يطلع يقول احنا جعانين ويخلي الواحد ياكل. احنا لازم نركز على دي جدا. فيا ريت والله ده بيتعمل مره في الاسبوع كميه كبيره وتتحط في علب صغيره في الثلاجه او في الفريزر وتطلع كل يوم. ونعلم اولادنا الصغيرين علشان خاطر المفاصل بتاعتهم تتبني صح. مظبوط. يعني الواحد يروح يجيب كذا ماسوره
وتكسرها كده عند الجزار او السوبر او تتغلي مره واحده وتتقسم وهو بقى تتقسم وتطلع من الثلاجه كل شويه ونعملها يعني زي ما بنعمل الشوربه يعني نشيل الاول الريم معلش خلينا حتى بقى ما نشيلش الريم بتاعها لان دي ما فيهاش دهون زي شوربه اللحمه والحاجات دي فدي على طول نعمل بيها شوربه خضار شعريه لسان عصفور طب لكن احنا بنعمل بيها مثلا الخضار فاصوليا وبسله وبتاع بدل المكعبات اللي دايما في شك بالنسبه لنا بالظبط وبنتحكم في نسبه الاملاح اللي بنحطها كمان دي عشان احنا بنتحكم في الاملاح يعني المكعبات فيها املاح دي بنتحكم لكن كميه الكولاجين ده كنز يعني اللي يقرا عن الكولاجين يلاقي فيه كنز هنا انا هيخرج الدكتور من هنا وناخد دي نقعد نعمل بيها وشنا يا انا شايفه كده برضو طب من ضمن الحاجات برضو اللي بنسمع عنها الشيكوريا تمام اسمها الجعضيض جعضيض ما ده بقى بيسموها السويس السريس اصلها في الفلاحين دي مهمه جدا بياكلوها في ناس من تونس والمغرب كل واحد دخل ومن سوريا يقول لي ليها اسم في بلدهم هي يعني ليها اسم كتير قوي مش ما هياش الرجله لا مش الرجله في نبات الرجله اللي بيطلع طبعا يعني الهي كده هما الاثنين بيطلعوا بصحه كده الهي ايوه يعني الشكوية اللي احنا بنتكلم عليها او الجعضيض دي بتطلع في وسط زراعات البرسيم وبتتاخد زمان كان الناس بتهتم بيها وحتى هتلاقي معظم المكملات الغذائيه لعلاج السمنه فيها من مكوناتها كاتبين شكوريا مظبوط كويس لا ده في كمان حضرتك في بعض المحلات التجاريه بتبيعها كتي باجز يعني انها ممكن تستخدم كشرب يعني زي اليانسون لكن لو جبتي بقى الجعضيض الاخضر ده او الشكوريا الخضراء دي هي طبعا موجوده في الاسواق شويه الشعبيه يعني مش منتشره لكن بتهيألي بعد الحلقه دي هتلاقي السوبر ماركات كلهم نزلوه اصل انا عارف يعني يقول لك وهيبقى له سعر فالشكوريا دي بتتعمل بكذا طريقه يا اما بتتقطع عادي بتتغسل وتحط في السلطه اشتريها منين من عند الخضري شيكوريا عمري ما عايزه شيكوريا ما اعرفش ان هم بيجيبوها لا لا من زمان جدا وتخيلي ان مثلا في اليونان مشهوره جدا جدا وبيعملوا الشوربه بتاعتها اللي هقولها دلوقتي حالا وهي نفس الاسم على فكره بالانجليزي اسمها تشيكوري شيكوري صح فالشوكولا دي يا اما تتقطع تبقى سلطه يا اما بتتغلي في الميه وبتتحول في الاخر لشوربه وهي مسلوقه كده بيتحط عليها الليمون وشويه فلفل وشويه ملح وناكلها هتعمل ايه بقى لما ناكلها هتعمل لنا اشباع سعرات حراريه تقريبا مش موجوده هتعمل اشباع فالناس اللي بتخس لو خدت طبق الشوكولا ده تمام الناس اللي عندها كوليسترول عالي لو خدت طبق الشوكولا ده تمام الناس اللي هتاكل اكله دسمه فيها بقى كوليسترول وبتاع يخلوا طبق الشوكولا المسلوق ده مع الوجبه فلما هياكلوها مع الوجبه هيقللوا لي امتصاص الكوليسترول في الامعاء طب طعمها حلو جدا والله. انا بحبها شخصيا قوي يعني والله طيب لانه الفلاحين انا بقول لك لانه في يعني اتعاملت كتير مع فلاحين هي الشوكولا اهي الفلاحين بياكلوها عادي مع المش ومش عارفه ايه بياكلوها كده عادي ده يعني وجبه اساسيه هي بتبقى شويه يعني كان كنت يعني عندي كده هو مزرعه صغيره فكان بتطلع فيها رجله تطلع برضو شيطاني بنقول شيطاني بس يعني حد صلح لي قال لي لا دي رباني لانه الشيطان ما بيطلعش خير ابدا صح. فاحنا نقول ايه الرجله دي كل ما الاقيها اقول للمزارع اللي عندي اقول له خدها رميها خدها لحد ما قابلت بالصدفه كانت عندي يعني صديقه ليا من اصل فلسطيني جت سمعت بقى قالت لي يا نهارك ابيض هو انت بيطلع عندك رجل قلت لها قالت لي مش ترميها حوليها عليا اول باول لانه يبدو ان الرجل ايضا زي فيها الجعضيض ده هو ده حقيقي صحيح فيها فيتامين الف عالي جدا ضمن حاجات حط في السلطه على طول مباشره بغسل بدل ما كنا نحط اللي اسمه ايه ده هو الافوكادو بال 200,000 جنيه الشوكولا لما بتتسلق وبتتاكل كده بتبقى شبيهه بالعيدان بتاعه البنجر مش البنجر برضه الناس تاخد العيدان وترميها لا ده العيدان دي مهمه برضه زي الشوكولا يا خبر هي الصورة برضو موجودة معانا مرة تانية عشان خاطر اسمها الجعضيض الجعضيض ايوه كده
عشان لو شافوها في السوق يشتروها على طول. فيا ريت لما نيجي نروح نشتري مثلا البنجر ما يقعدش يقطعه الراجل ويبيه، هو مش بيرميه على فكره، هو بس بيوريك ان هو بيفيدك يعني. لكن هو كل الورق بتاع البنجر ده بيتغلي زي الشكريه بالظبط، ويتشرب برضه، وبرضه يتشرب ويتاكل، وبرضه في التخسيس، وبرضه هيقلل امتصاص الكوليسترول. والله كلها معلومات مفيده جدا يا دكتور. طب في اكله ثانيه بقى اللي هي الطماطم اللي محشيه بالبيض. تمام. ايه ده؟ انا عمري ما سمعت عليه. ازاي؟ لا دي مهمه جدا لان طيب. كلها بروتين برضو. طيب دلوقتي برضو بيض، لا البيض غالي. لا بس هقول لحضرتك حاجه، الفرخه مثلا ب 100 جنيه، الفرخه يعني الرخيصه. الرخيصه اللي لسه موجوده دي. فالربع فرخه كده بقت ب 25 جنيه. الثلاث بيضات هيبقوا بكام؟ ب 12 جنيه. صح. 12 بقت ارخص برضو من ربع فرخه. كويس. فاحنا لو ام عايزه تاكل ولادها بروتين وبشكل تاني، ثلاث طماطمات واخده بالك، بتسلقهم سلقه خفيفه وتطلعهم، وبعد كده تقورهم شويه زي المحشي يعني. زي المحشي، وبعدين بتحطهم في الطاسه عشان بشويه الزيت، والبيض تفتحه وتفتحوا عيون جواها. بتستوي البيضه جوه الطماطم. يبقى ليها بقى ولا بحطها في الفرن؟ في الفرن ممكن بعد كده بقى خلاص. في الفرن يعني. طرق الطهي طبعا دي هتبقى نسيبها للسيدات قوي، بس هيعملوها بالطريقه دي. تطلع بقى الطبطمايه وجواها البيضه بالعين، والعين ناشفه شكلها اكيد. لونها يبقى حتى يبقى ولونها حلو. جميل. فما تدي لابنها ثلاث طماطمات كده، اديته اكتر من قيمه ربع فرخه بثمن اقل. صح. واستفادنا اكتر بدل ما تقول له كل بيض مسلوق. افكار الحقيقه عظيمه. في كتير قوي بس طبعا. طب ما تقول لنا البرنامج. لا معلش، شويه بقشيش كده من عند حضرتك علشان الناس كلها، والله الناس كلها طبعا في كتير قوي معاناه بسبب الغلو الكبير، فقول لنا حاجه تفيد الستات اللي بيسمعونا. هو طبعا في اكلات زي يعني مثلا العدس والفول والحاجات طبعا عارفين بس بنقول ايه؟ طب ما بدل ما بنعمل دايما كشري بشكل الطبيعي ده، العدس ده عشان فيه بروتين نباتي نضيفه للرز باستمرار في الاكل. عدس اصفر كده مع الرز. في حد انا بعمله كده بس بالشعريه. ممكن طبعا بالشعريه لو حد مش بيعمل ريجيم، طبعا بالشعريه عادي. الرز بالشعريه، وممكن الرز نفسه والعدس بيتحط مع الرز، فكده دخلت بروتين مع الرز دايما بصفة. صح. مستمرة. والرز كده بيقل، ان العدس طبعا كميته كبيرة. فالسعرات الحرارية اللي داخلة من النشويات اقل، ودخلنا البروتين النباتي بكميات كبيرة. وفي الاخر بالذات الاولاد في البيت لذيذ طعم طبعا جديد. في الرز طبعا. في البيت. مش لانه احنا في الصعيد كمان عندنا يعني مش بس شوربة العدس، مش بس شوربة او مش عارفة في الكشري وبتاع، لما في الصعيد عندنا احنا الشوربة شوربة العدس بنحط عيش، يعني بتحط عيش. أيوة. وتحط عليه شوربة كتير. لا سوري مش عيش، رز. أيوة. نحط رز وشوربة العدس عليها ونسويهم سوا، وبيبقى طبق ناشف. يعني مش طبق. ده احنا عندنا في الصعيد شوربة العدس بالرز دي بتبقى رائعة وطعمها على فكرة في منتهى الجمال. صحيح. فالرز الرز بالعدس اظن في اسكندريه، انا كان عندي حد مساعده مره من اسكندريه، ده اللي بيسموه عندهم الكشري اسكندراني او حاجه كده. اسكندريه عندهم الحكايه دي. ايوه بيعملوا الكشري الاصفر، بيعملوا ابيض، بيعملوا رز، وبيعملوا معاه بيعملوا مع الاصفر، وبيحطوا فيه بيض كمان مسلوق. مش عارفه بقى بالذات في وجه بحري عشان خاطر يدوله يعني قيمة غذائية كبيره. لا ان شاء الله حلقه ثانيه هجيب لكم حاجات كتير قوي في القصه دي. اكيد ان شاء الله. يعني ان شاء الله. شاكرين والله يا دكتور بهاء، يعني دكتور بهاء يعني امتعنا النهارده. اللي عايز يعمل اقتصاد ويظبط ميزانيته في البيت، ادي بدائل لشويه حاجات وتغيير يعني، وكمان مفيده للصحه. ومفيده لاي حد بيعمل دايت. حقيقة احنا استفدنا من حضرتك جدا جدا جدا. شكرا دكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة. شكرا لحضرتك.